أسعد الله مساءكم. أعلنت إدارة شؤون الجرحى عن حصيلة الاشتباكات الواقعة جنوب طرابلس يوم الجمعة، وبينت أن عدد القتلى بلغ 14 قتيلا، فيما جرح 53 آخرون. الإدارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على فيسبوك قدرت أن عدد العائلات التي تم إجلاؤها بلغ 211 عائلة، مضيفة أن ثمة مفقودين جراء الاشتباكات، مشيرة إلى تقديم مساعدات غذائية متمثلة في الماء والخبز إلى العائلات العالقة بالتنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ وفرق الهلال الأحمر. دعت وزارة الصحة بالحكومة المقترحة جميع الأطراف المتنازعة في عدم خرق أحكام القانون الدولي الإنساني وعدم التعرض لسائقي سيارات الإسعاف أو مركباتهم أثناء تأديتهم لواجباتهم. وطالبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية السبت من مواليد المستشفيات العمل على تسهيل مهام رجال الإسعاف من خلال الإسراع في نقل الجرحى والمصابين وإرجاع الأسرة المتحركة الخاصة بسيارة الإسعاف كما حذرت المخالفين كذلك من تحمل التبعية القانونية. زار وفد من مجلس حكماء وأعيان بن وليد مدينة ترهون للتوسط في فض النزاع ووقف القتال. مصادر محلية أوضحت بأنه من المفترض أن يصل وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إلى تاجوراء السبت بعد تأجيل زيارته الجمعة لأسباب أمنية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الاجتماعية التي سيقابلها. وأضافت المصادر بأن حكماء وأعيان طرابلس قد رحبوا بجهود الوساطة التي يقوم بها المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بهدف وقف إطلاق النار جنوب العاصمة. استنكر القيادي العسكري في النظام السابق علي كنا إعلان عملية عسكرية ضد الجنوب الليبي من قبل ميليشيا كرامة، واعتبر كنا إن الإعلانات الموجودة في قنوات إعلامية تابعة للكرامة نذير للحرب على أهل الجنوب، وإن هذه الإعلانات سيكون مآلها نشوب حرب أهلية في سبها وما حولها، مؤكدا إن أهل فزان قادرون على تأمين مناطقهم وتأمين القوات الليبية المتمثلة في النفط، وإنهم قادرون على حل المشاكل بأنفسهم بطرق سلمية وليس بالحروب. كما وجه دعوة إلى الحكومات الليبية لحل مشاكل الجنوب تفاديا لوقوع مثل هذه الصراعات. زار رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهي المنطقة الجنوبية للوقوف على حالة بعض اللجان الفرعية. اللجنة وعبر صفحتها الرسمية أوضحت بأن هذه الزيارة تأتي في إطار التجهيز للعملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثانية، حيث طلع رئيس اللجنة على أوضاع لجان أوباري والغريفة وبنت بيا. وأضافت اللجنة بأن الهدف من الزيارة هو تمكين الناخبين من التسجيل في مناطق الحطية والفجاج ومندرة وتكركبة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الأحوال المدنية. نهاية الموجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.